والمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية يعني كيف يمكن فهم سياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط في المرحلة المقبلة أو في هذه الفترة من فترة الولاية؟ لا شك أن شخصية ترامب هي شخصية جدلية كثيرة، ولكن حتى يعني نفهم سياسته بغض النظر عن طبيعة السياسة الأمريكية بأنها سياسة مؤسسات، ولكن قد شهدنا في المرحلة الأولى لحكمه وإدارة ترامب بأنه كان صاحب بصمة في تحقيق ما يسمى سياسة ترامب التي أصبحت واقعا في علم السياسة والعلاقات الدولية. إذن لا غرابة بأن يكون هنالك جدل أو نظرة تحليلية لما يمكن أن تكون عليه الاستراتيجية الجديدة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لكن لابد من النظر بأنه يجب أن نفصل ما بين الشعارات والإعلام الإعلامية والدعوات الانتخابية التي كان يطلقها أثناء الحملة والسلوك السياسي الذي سيتخذه بعد أن يصل إلى البيت إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. لذلك نقول أن النظرة إلى ما يمكن أن تخرج أو تسفر عن سياسة ترامب هي قد تكون يعني قابلة للتفسير أو التنبؤ، ولكنه هو صاحب مفاجآت. من هنا نقول أن كل شيء يمكن أن يحدث، لكن أنا أعتقد وبتحليل خاص بأن العلاقة لن تكون علاقة تصادمية مع إيران إطلاقا ولا مع إسرائيل أيضا، ولكنه سيعمل على أنه القائد الأمريكي الرئيس الأمريكي الذي سيسجل اسمه بالتاريخ بأنه يحاول أن يفرض قراره وآراه على اعتبار أنه قائد أكبر دولة في المنطقة. لذلك صرح بأنه لو كان رئيسا لما نشبت حرب في غزة، ولو أنه عندما سيعود سيوقف هذه الحرب بين روسيا وبين أوكرانيا. إذن هو صاحب رؤية لما يمكن أن تكون عليه الأحداث الإقليمية والدولية. هذه إحدى يعني النظريات التي يمكن أن نستشف بأن التغيير الاستراتيجي في سياسة ترامب ستكون منصبة كلية على الداخل، لأنه يحاول أن يسجل اسمه كزعيما أمريكيا كبيرا له مقام عند الشعب الأمريكي، وبالتالي سيعيد إحياء الاقتصاد الأمريكي، سينتبه إلى الخطر الاقتصادي القادم من جهة الصين، سينتبه للأخطار القادمة من القوى الصاعدة خاصة في تجمع بريكس، ولكنه أيضا يريد أن يطفئ نار الاشتعالات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. هذه بعض القراءات التي يمكن أن نراها في استراتيجية ترامب القادمة. مفهوم دكتور. دكتور عصام، يعني ذكر مصطلحان في بعض الصحف، واحد منهم هو الدفع الأقصى وهذا ذكرته فاينانشال تايمز ويعتمد على إفلاس إيران، والثاني هو الضغط الأقصى وهو في الإشارة للنهج الذي ينتهجه ترامب. كيف ننظر أو نفهم من هذه المصطلحات التي طرأت مؤخرا بعد إعلان تولي ترامب؟ يعني هو حقيقة استخدم هذه المصطلحات في فترته الأولى، وكان يعني مستشاريه وخاصة وزير الخارجية المعين الحالي لدى ترامب روبيو، بأنه يعني يحاول أن يستخدم تكتيك الضغط الأقصى للإضرار في الموارد المالية المتأتية لإيران، وخاصة من قبل تصدير براميل النفط عندما كانت في عام 2020 400,000 برميل يوميا. اليوم نشهد بأنها حوالي 1.5 مليون برميل يوميا، وبالتالي معظمها تذهب إلى منافسة الولايات المتحدة إلى الصين، وهذه أيضا ذات بعدين، بعد مالي خاص بإيران وبعد اقتصادي وتطور اقتصادي عالي المستوى للصين. وبالتالي هنا مفهوم الضغط
الأقصى الاقتصادي على إيران لإفلاسها، أعتقد أنه مفهوم يعني عام وواسع، ولكنه أيضا له منحى سياسي اقتصادي متعلق بكيفية كبح جماح انفلات إيران إلى زوايا أخرى بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة، يمكن أن تكسب منها وبالتالي تصبح عدوا رئيسيا يتآلف مع روسيا والصين ضد الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تريد أن لا تبعد إيران عن تحالفاتها ليست الودية، ولكنها ما كما يقال ومن نكد المرء على ونكد الدنيا على المرء أن يجد عدوا ما من صداقته بد، وبالتالي العلاقة بينية بين إيران والولايات المتحدة تقع في بيت الشعر هذا، لأن العداوة بينهما لن تصل طبعا إلى كسر العظم. ومن هنا أقول قد يكون هذا التكتيك جائز ولكنه تلميحي، أما ما يتعلق في أذرع إيران وإفلاس إيران لعدم تجويدها، أعتقد أنه قد آن الأوان لتتخلص إيران من أذرعها، على شرط أن تكون محسوبة في الجوائز التي تحصدها إيران من خلال هذا التخلي. وبالتالي أعتقد أننا أمام عتبة جديدة من العلاقات المبنية على فرص ما يسمى الخسائر مقابل الأرباح. ما هي الخسائر مقابل الأرباح؟ ربما عذرا المقاطعة، ربما سنكتفي عند هذه النقطة من النقاط المهمة جدا. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من عمان دكتور عصام الكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا على هذه الرؤية التحليلية.